السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في علاقة بين فيتامين د وزيادة الوزن والسمنة؟ يعني هل السمنة وزيادة الوزن بتأثر على الفيتامين د، ولا فيتامين د هو اللي بيأثر على السمنة وزيادة الوزن، ولا الاتنين بيأثروا على بعض؟ وهل احتياج الناس اللي وزنهم زايد وعندهم سمنة لفيتامين د نفس احتياج الأشخاص العاديين؟ دي الأسئلة اللي هنجاوب عليها النهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة من معلومة مع دكتور الشافعي. قبل ما نجاوب على الأسئلة وندخل في التفاصيل جوه الحلقة، استاذن حضرتك فعل اشتراكك في القناه، دوس على سبسكرايب، دوس على الجرس عشان يجيلك كل جديد، اعمل لايك للفيديو وشيره عشان كل الناس تستفيد. يلا بينا نخش نجاوب على الاسئله. اهلا بحضراتكم، هجاوب على الثلاث اسئله بسرعه وبعدين نشرح التفاصيل بتاعتهم جوه الحلقه. السؤال الاولاني، هل السمنه بتاثر على فيتامين دي، ولا فيتامين دي اللي بيأثر على السمنه؟ الاثنين بيأثروا على بعض. الناس زائد الوزن واللي عندهم سمنه مستوى فيتامين د دايما عندهم اقل، وفيتامين د ليه تاثير ايجابي وجيد جدا على زياده الوزن وتوزيع الدهون جوه الجسم. طب السؤال الثاني، هل احتياج زائد الوزن او اللي عندهم سمنه لفيتامين دي نفس احتياج الاشخاص العاديين؟ لا، محتاجين اكتر. قد ايه؟ استنى واعرف معايا جوه الفيديو. فيتامين د واحد من اهم الفيتامينات الموجوده على الاطلاق، وكنت قلت في الحلقه بتاعه فيتامين د والمناعة والكورونا اتكلمت ان فيتامين دي بنعتبره كهرمون. لحد 20 سنة فاتت كان كل النظرة لفيتامين د ان مجرد هو دوره ان يحسن امتصاص الكالسيوم ويمنع ان الجسم يفقده، وبالتالي يأثر على العمليات اللي محتاجة الكالسيوم ومنها كثافة العظم ويمنع هشاشة العظام، او في العيال الصغيرة يمنع ان يحصل عندهم الكساح. بعد كده النظرة اتغيرت خالص، قلنا ان فيتامين د بقى زي الهرمونات وليه مستقبلات في كل الخلايا بيأثر فيها بشكل فعال. ليه بقى زائد الوزن والناس اللي عندهم السمنه فيتامين د عندهم قليل؟ عندنا 6 اسباب نعرفهم ورا بعض. السبب الاولاني ان الناس اللي عندهم زياده في الوزن قدرتهم على تكوين فيتامين د من الشمس اقل من غيرهم 50% تقريبا. خلينا اقول لك ان 80% من فيتامين د اللي موجود عندنا جوه الجسم جاي من الشمس، و20% بس اللي بيجي من الاكل والمكملات الغذائيه. فتخيل هو عنده 50% او 55% من الكميه اللي كان بيصنعها من الشمس مش قادر يطلعها بشكل كافي، وبالتالي عندهم فيتامين د في الدم قليل. السبب الثاني ان الناس اللي عندهم وزنهم زياده دول بيكون عندهم طبقه الدهون اللي موجوده تحت الجلد سميكه، وفيتامين د من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. يعني ايه؟ يعني فيتامين د اللي عندهم في الدم هيروح يستخبى تحت الجلد ويتحبس جوه الانسجه الدهنيه ديت، وبالتالي بقيه خلايا الجسم ما استفادتش من فيتامين د. السبب الثالث ان الخلايا الدهنية دي اللي موجودة تحت الجلد عندها قدرة سريعة من التخلص من فيتامين د، يعني حتى لو كون فيتامين د الجسم عنده بيكسره اسرع من غيره، وبالتالي ما بيلحقش يستفيد بيه. رقم 4، كمان الناس اللي وزنهم زيادة حركتهم اقل وتعرضهم للشمس اقل، ولو كان في فرصة انهم يكونوا شوية فيتامين د من الشمس مش قادرين حتى يكونوهم. رقم 5، عندنا هرمون مهم قوي بيظبط الكالسيوم مع فيتامين دي اسمه الباراثايرويد هرمون، او هرمون الغده جار الدرقيه. الهرمون ده لما بينقص فيتامين د بيعلى هو جوه الجسم، ولو ان في علاقه بين زياده الباراثايرويد هرمون عند الناس اللي وزنهم زياده وبين زياده تكوين الدهون، لانه بينشط الانزيم اللي مسؤول عن تكوين دهون جديده، وبالتالي الجسم يخزن دهون اكتر. السبب السادس هو ان عندنا فيه هرمون مهم جدا اسمه ليبتين، كان بيطلع من الغدد الدهنيه او بيطلع من الانسجه الدهنيه اللي عندنا، وكان بيحسس المخ بالشبع فيقلل شويه الاكل، فده واحد من هرمونات الشبع. لو ان فيتامين د لما بينقص خروج الليبتين ده بيقل، وبالتالي يفضل الشخص ده ياكل اكتر، فزائدي الوزن ناقص عندهم فيتامين د، وبالتالي الليبتين كمان قليل، وبالتالي التحكم في الشهيه ما بيكونش كافي. يبقى كده عرفنا اهم 6 اسباب بيخلوا الناس اللي وزنهم زايد نسبه فيتامين د عندهم في الدم قليل. ناخد الوجه الثاني للعمله، هو اصلا فيتامين د ليه تاثير على الدهون اللي في الجسم؟ ايوه، فيتامين دي بيعمل مجموعه عمليات مهمه جدا على مستوى الدهون، تعالوا برضو نعدهم مع بعض. اول حاجه، فيتامين د بيمنع تكوين خلايا دهنيه جديده. رقم 2، فيتامين د بيقلل من عمر الخلايا الدهنيه. ايه ده؟ يعني منع تكوين خلايا جديده وكمان اللي موجود خلى عمره اقصر. خلينا اقول لك معلومه قد تكون اول مره تعرفها، الخلايا الدهنيه بتنمو معانا طول ما احنا بنكبر، وعددها بيزيد وحجمها بيكبر بنسبه الدهون المتخزنه جواها. حضرتك لما بتخس الخلايا الدهنيه دي ما بتموتش، للاسف بتفضل قاعده معانا،
وعشان كده ناس كتير بتبقى وزنها زايد وتخس وبعدين ترجع تاني تملى بسهولة. ليه؟ عشان الخلايا الدهنية اللي كبرت معاه فضلت موجودة. فيتامين دي من ضمن الفيتامينز اللي بتقدر تنجح في محاولة توقيف نمو الخلايا الدهنية وكمان يمنع تكوين خلايا دهنية جديدة. رقم 3، فيتامين دي في اكتر من دراسة لقوا ان لما الناس بتاخده بجرعات اكتر من 6000 وحدة دولية يوميا لفترة توصل لست شهور او سنة، بيقلل من كمية الدهون اللي موجودة عندنا في البطن اللي احنا بنقول عليها الكرش، بيقلل محيط الخصر بنسبة جيدة جدا، وبالتالي بيعيد تاني توزيع الدهون جوه الجسم. رقم 4، فيتامين دي بيمنع واحدة من اهم مضاعفات السمنة وهي مقاومة الانسولين، ودي اللي بتخلي الناس اللي وزنهم زيادة يدخلوا في النوع التاني من مرض السكر. وان شاء الله انتظرونا في حلقة جاية قريب هنتكلم فيها عن فيتامين دي وعلاقته بالسكر، سواء وقاية او علاج، واحدث الابحاث في النقطة دي بتقول ايه. يبقى احنا كده عدينا بسرعة على فيتامين دي والسمنة، شفنا ازاي السمنة بتقلل فيتامين دال في الجسم، وازاي الناس اللي عندها سمنة محتاجة فيتامين دال اكتر. طب محتاجين ياخدوا قد ايه؟ الشخص زائد الوزن او اللي عنده السمنة محتاج من 3 ل 6 اضعاف احتياجات الشخص الطبيعي. متخيل الرقم؟ من 3 ل 6 اضعاف احتياج الشخص الطبيعي. يعني لو واحد بياخد النهاردة كبسولات زي الكاندي دي 3 فيها 1000 وحدة دولية من فيتامين د على قد الاحتياج اليومي، الشخص زائد الوزن محتاج من 3 ل 6 كبسولات من نفس التركيز اللي هو ال 1000 وحدة دولية، او يضطر يروح يجيب النقط بتاعت الاطفال زي الفي دروبس وياخد منها قطرتين يوميا عشان يدوله 5000 وحدة دولية. الجرعة دي اللي هي 6000 وحدة توصل لحد 10000 وحدة دولية في اليوم، بيستمر عليها لمدة شهرين وبعدين يحلل الفيتامين د. طلع فيتامين د عنده بقى مظبوط، يعني اعلى من 30 نانو جرام بير ديسيليتر، ساعتها ينزل ياخد فيتامين د 3000 وحدة دولية، يعني 3 كبسولات من الكاندي دي 3 او اللي زيه اللي هو الكبسولات اللي فيها 1000 وحدة دولية، او ياخد قطارة كاملة يوميا من نقط زي الفي دروبس. اتمنى ان تكون حلقة النهاردة من معلومة مع الشافعي اضافت لك كتير وقالت معلومة جديدة تخص فيتامين د والسمنة. لو عجبتك الحلقة استأذنك اعمل لايك وشير الحلقة، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل اشتراكك في القناة وتدوس على الجرس عشان يجيلك كل جديد. دمتم بكل صحة وشكرا لمتابعتكم لمعلومة مع دكتور الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.